نيو جينيريشن. فصل معكم على الهواء، تعالوا شوفونا سوا. فصل معكم على الهواء، تعالوا شوفونا سوا. تحية جيكو يا سلام، نسمة حلوة يا كرام. تحية جيكو يا سلام، نسمة حلوة يا كرام. كل شباب على الهواء، كل شباب على الهواء. هذا البرنامج برعاية مثل الشموع لمعنا. قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة، يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة. جلسة شباب متعة قمة الوناسة، واللي في راسه شي بينزل ما في راسه. شاركونا برياحية أحمد البصاف، فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى، فور شباب على الهوى. جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز، واحلى الجوائز بالمشاركات يحوز. شاركونا برياحية أحمد البصاط، فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط. نيو جينيريشن. فور شباب. مبروك للي فاز، احنا نقول مبارك. فور شباب. واللي خسر معنا شكرا لانه شارك. فور شباب على الهوى. Move it. Hey yo. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج فور شباب على الهواء. الحلقه الان السابعه ولا السادسه؟ الو ابو سيف، هلا. الحلقه اليوم السادسه ولا السابعه؟ تبغى السادسه ولا السابعه؟ ضيع. أنا لا، هي السابعة اليوم، السابعة الحلقة السابعة؟ اي نعم. يا عمري على مالي باتشي، مالي شيء. لا لا، اعطوها باتشي استاذ، اعطوها، اعطوه خوش، اعطوه خوش. والله لسه معنا الضحكة وحدتنا مثل الشمول معنا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فور شباب على الهواء. اليوم معنا ضيف خارج عن العادة، ضيف رائع، ضيف جميل، ضيف أنا شخصيا معجب جدا جدا بصوته الرائع. نجم، وكل الضيوف معجبين في صوته أيضا بعد، والنجوم والكنترول، وكل واحد أحلى شيء زيادة. ولا لا يا بس شفت الكام قلت هذا قبل شوي؟ نعم، كله كامل، هذا كله كامل على بعضه بالضبط. أنا نفس الشيء بعد. يا عمري، يا والله يا عمري. مباشرة نذكر بالاتصالات أو بطريقة الاتصال من داخل السعودية، الرقم 7-0-0-0-1-0-8-1 للمشاركة معنا في مسابقة البرنامج. وأيضا في الاسم اس لمشتركي الاستيسي 8-4-2-2-7 ومشتركي موبايلي 6-0-6-2-5-8 ومشتركي زين 7-0-3-6-2-0. يرسل سجل عليه هذه المرة، يرسل رسالة فيها كلمة فور، كلمة فور فا واو را، يرسلها على الأرقام اللي ذكرناها قبل شوية. معنا أول اتصال مباشرة. تركي، السلام عليكم يا تركي. وعليكم السلام، كيف الحال يا تركي؟ طيب. خذ معك أبو سيف. تركي، شو أخبارك؟ طيب. تدخل معنا في المسابقة؟ أيوة. من وين تبغى الأسئلة، من الثلاجة ولا من الفرن؟ من الثلاجة. تبغى من الثلاجة؟ ايوه. نعطي له سؤال من الثلاجة، يستاهل والله. ساعدني. يساعدك يقول لك. طيب، يقول السؤال يا تركي، تسمعني؟ والله سؤال عاد صعب، لكن الله يعينك. يقول السؤال: اين يوجد اكبر كهف جليدي؟ اكبر كهف جليدي اين يوجد؟ يلا يا تركي ساعدني. في النمسا ولا في برلين؟ نمسا. في النمسا، وإجابة صحيحة. وعطوها باتشي، يستاهل يستاهل يستاهل. الجائزة كوبون مقدم من مقهى فور شباب كافيه. جميل جميل. إذا كوبون شراء من فور شباب كافيه. عليا معانا، السلام عليكم يا عليا. وعليكم السلام، كيف الحال يا عليا؟ الحمد لله بخير. تأخذين السؤال من الثلاجة أو من الفرن؟ الفرن. الفرن اليوم سؤالنا حار. أعطيه أبو سيف السؤال حار، سؤال الساخن وليس الحار. هات أنا أسأل، مو مشكلة. السؤال يقول: من أول من استخدم الغازات السامة في الحروب؟ دولة معينة استخدمت الغازات السامة في الحروب.
الله يبعدنا عن الحروب. قولوا امين. اسال الاختيارات هي المانيا او روسيا. مساعده ممكن. خلينا نشوف الشيف. خلينا نشوف الشيف. ايش رايك يا ابو سيف؟ المانيا او روسيا؟ ليش تطالع فيني؟ طيب ليش تطالع فيني؟ لا انا ما طالع فيك. ها انا قاعد اتامل فيك يعني. سيارتك شو اسمه؟ المانيه. سيارتك المانيه؟ ايه المانيا. المانيا؟ ايوه. متاكده من الجواب؟ روسيا. ها المانيا. المانيا خليك على المانيا. تستاهل. اعطوها اعطوها خوش اعطوها خوش. مبروك للي فاز. احنا نقول يا سلام. الجائزه بقيمه 300 ريال كاش. 300 ريال كاش مقدمه من فور شباب. وايضا دخلتي معنا على السحب لسياره هوندا. نعم مقدمه من شركه عبد الله هاشم المحدوده. وشكرا لك يا عليا. ناخذ معنا ايش طبختنا اليوم يا ابو سيف؟ اليوم طبختنا جدا خفيفه جدا حلوه جدا سهله. الطبخه هذه تتميز بسرعه تحضيرها. يا سلام يا رب اليوم نتعشاها. لا اليوم ابشر ابشر مو زي امس نخليها بالفرن ونمشي. لا ابد ان شاء الله اليوم تبقى. طيب خلينا نرحب بضيفنا ونجمنا لهذا اليوم. نشوفه الظاهر انه اسمع صوت السياره عند الباب. الضيف الرائع الاستاذ هاشم باروم. خلينا نفتح الباب نشوف السيد هاشم. بسم الله بسم الله. دع. هلا وسهلا ابو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام. الله وبركاته. حبيبي كل عام وانتم بخير. كيف الحال؟ طيب ايش اخبارك؟ الله يعافيك. طيب السلام عليكم. سلام حياك. هلا والله. طيب. هلا بشيفنا الجديد. الله يكرمك. ضيفنا هذه الليله. ضيفنا شيفنا مين يا ابو سيف؟ هلا والله. كيف حال ابو محمد؟ نورت الاستوديو ابو محمد. نورت الشقه. تفضل استريح. الله يكرمك. استوديو وشقه وكل شيء. يا سيدي ان شاء الله نكون خفيفين عليكم. بس خفيفين ابدا من اول ما يحتاج. بس انا اخاف من المطبخ انتبه. لا ولا يهمك. لا ولا يهمك. اليوم عندنا شيف عالمي عنده دورات عالميه في الأخير. يعني اطمن. ابو محمد كل عام وانت بخير. الله يكرمك وانت بخير. تقبل الله منكم شهر الصيام والقيام. امين امين. وياكم ان شاء الله جعلنا صايمين قايمين. امين امين. البركه في الوقت يا رب. ايش سالفه اللزمه هذه اللي معك؟ ايش هو؟ قال لي الطير الاخضر انه دائما تقول اللهم بارك لنا في الوقت. هذا دائما تذكره صح ولا لا؟ والله اذا سار البركه في الوقت تجير البركه في كل حاجه. يا رب يا رب يا رب. ناخذ معلومات شخصيه عن الاستاذ هاشم باروم. تبغى احنا نذكره ولا تذكره انت احسن لك؟ حلوه هذه. زي مثلا تنام خفيف ولا تتسحر معنا؟ تختصر لي الوقت جزاك الله خير. قولها انت عشان البركه. طيب. في الوقت كمان. طيب السيد هاشم باروم من مواليد مكه المكرمه. صحيح الكلام. صحيح. احنا ما كل شيء اقول لك صح وغلط. بسم الله. طيب نعطينا خوش. نذكر تاريخ الميلاد؟ ما اذكر تاريخ الميلاد. توكل على الله. اذكره. قول. ولد عام 1395 هجري. نعم. طول الله في عمرك. 75 ميلادي. 75 ميلادي يعني كم عمرك ما شاء الله؟ ها؟ كم عمرك يعني تقريبا؟ ماني يعني 22. ما شاء الله تبارك الله كويس. حاصل على دبلوم إدارة الأعمال. نعم. عمل مهندس اتصالات فترة معينة. نعم. رئيس مجموعة مكة للاحتفالات. نعم. ايش ما فكرة مجموعة مكة للاحتفالات؟ مجموعة مكة فرقة شعبية. جميل. بنادي الفلكلور الشعبي في الافراح في الملكات في داخل السعودية وخارج السعودية. حلو. بنادي الفلكلور الحجازي من زفة ومجسم وزمار حجازي وينبعاوي يا سلام. ايوه. كيف اشمعنى اخترتوا هذا المجال او هذا الفن او هذه الطريقة بالضبط؟ انت انزفيت ولا لسه؟ لا والله انزفيت من ابو سيف. يعني لسه من جد ما انزفيت؟ لا ان شاء الله. خلاص علي هذه 100 100. يا سلام. اذا على الهواء. شكرا على هذه الهديه الرائعه. هديه مني لك. تسلم. بس ان شاء الله ما ان شاء الله نعجبك. بس ما تجي العروسه مع الزفه ولا؟ نفكر فيها. يا هذا طمع داخل طمع ابو صالح. انت ما لك علاقه. هو تكلم عني ما تكلم عنك. يا اخي طيب رجال يعني جاملك يعني رجاء. طيب يعني انت ليش غيران منه؟ تبغى زيه يعني ولا؟ يعني مو بطلع. حاصل على جائزة المحبة في عام 2008 ميلادي عن أفضل عمل في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. جميل. أصدر البومين. هل البومين فقط؟ البومين وإن شاء الله الثالث في الطريق إن شاء الله. الله يتمم على خير. هذا جديد. نسأل عن جديد. كل الجديد راح نسأله. اللي هو ألبوم مقلتي. مقلتي كان إنشادي. وهاشم باروم 2011 كان في. ما كان له اسم. كان اسمه هاشم. هو هاشم باروم 2011. يعني انا بحثت عن اسم او الالبوم الجديد فكان اسمه البوم 2011. نعم. جميل. من اناشيده. خلينا
خلينا نستفتح بنشيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله صلى الله عليه وسلم. مايك شغال عندك؟ لا والذي خلق القلوب خوافقا يا سيدي لولاك لم أك عاشقا. لا والذي خلق القلوب خوافقا يا سيدي لولاك لم أك عاشقا. فاطلب لجنبك مضجعا في مهجتي إني أبوئك المحل اللائقا واستقبل الدنيا بوجه باسم متهلل وصل المحب الصادق. فإذا ابتسمت فإنها إشراقة تذر الوجود مباهجا وحدائقا وإذا نطقت فإنها درر إذا نثرت على سمعي لمعن بوارقا. صلي عليه. سلم عليه. ابو محمد ناخذ معنا اتصال تسمح لنا. سعيد معنا. السلام عليكم يا سعيد. سعيد الله يستر الله يكون الوالد. الله يجعلنا سعداء يا رب. امين. يا سعيد فال طيب. اول اتصال سعيد. الو سعيد. ايش ابو سعيد خايف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك يا سعيد. اسمعنا من التليفون وقصر يدخل التلفزيون ايه ان شاء الله. طيب كيف حالك يا سعيد؟ الحمد لله بخير. كيف كل عام انت بخير؟ وانت بخير. تدخل على السؤال مباشره ان شاء الله. ثلاجه ما شاء الله عليك. اعطيه من الثلاجه يا ابو سيف. ابو محمد كيفك في الاسئله وحظك؟ متى اخر مره ربحت جائزه؟ بلاش احرج انا على طول افوز انا الحمد لله. على طول حظي حلو في يا الجوائز. سلام عليك. ما قد مره فزت. اخر جائزه حصلت عليها؟ اخر جائزه وجودي جنبك يا حبيبي. يا حبيبي هذا فضل حبيبي الله يكرمك. طيب الضيفه معنا ابو محمد تاخذ منه السؤال. معنا يا سعيد؟ معك. ايه ان شاء الله حظك سعيد اليوم. سعيد سامعني؟ نعم سامعك. السؤال يا حبيبي يقول لك من هو النبي الذي علمه الله لغه الطير والحيوان؟ سهل يلا. من هو النبي الذي علمه الله سبحانه وتعالى لغة الطير والحيوان؟ ها تأخذ الخيارات سعيد. خيارات ايه. أعطي الخيارات أبو محمد. ما ليش هذه مرة ما حد ما في خيارات؟ ما في. يقولك ما في خيارات لأنه سهل جدا السؤال. مرة سهل. أزعل منك. يزعل منك إلا أبو محمد ما يزعل. لا لا يا سيدي نديك يا سيدي. هذا عندك سيدنا داود عليه السلام أو سليمان عليهم على نبينا الصلاة والسلام. سليمان عليه السلام. أحسنت أدوله خوش. أعطوه خوش يا عمري يا أبو محمد. أعطوه خوش. السلام الله. عارف الخوش يا أبو الله. الله كيف سيدي. إيش الجائزة يا أبو محمد؟ هذا يا سيدي سعيد معانا؟ الظاهر أنه ألمه بالله قفل. سعيد. جائزتك حبيبي كوبون مقدم من مطعم جامبرجر. يا سلام عليك. موفق إن شاء الله. تعزمنا يا سعيد معك. ان شاء الله. ودخل معانا برضو على السحب على السياره الهوندا 2012. تبارك الله تبارك الله. طيب ناخذ اتصال ثاني. ابراهيم السلام عليكم يا ابراهيم. الو. هلا والله يا ابراهيم. هلا. كيف الحال يا ابراهيم؟ الحمد لله. تدخل على المسابقه مباشره؟ ايه. طيب تاخذ من الثلاجه ولا من الفرن سؤالك؟ الثلاجه. اعطيه من الثلاجه. يستاهل نجيب له سؤال من الثلاجه. سؤال بارد يبغى. سؤال بارد الظاهر. ان شاء الله تجي معكوسه. الناس حراقه اليوم. طار درجة الحرارة مرتفعة برا وفي رطوبة. طيب الله يكرمك.
ناخذ السؤال من الضيف ابو خليل. هلا معايا حبيبي. ايه يلا بس هذه كمان اسهل. لو اخذت الجائزه هذه يا تعزمني يا حربش لك السؤال. لازم تعزمه معايا ولا لا؟ اتفق قبل السؤال. ايوه متفقين. والله ما ادري تقول. هيا حبيبي ما هي السوره التي تسمى بسوره بني اسرائيل؟ ما هي السوره التي تسمى سوره بني اسرائيل؟ الخيرات. طيب نعطيه خيرات. سوره الانعام ولا الاسراء؟ اسرائيل. الاسراء. برافو ادوله خوش ادوله خوش. يستاهل يستاهل. مبروك للي فاز. اتوقع الجائزه لها علاقه بالاكل ولا لا ابو محمد؟ لا لها جائزتك كمان نفس السابقه كوبون مقدم من مطعم جان برجر. جان برجر ويدخل في السحب كمان. ها ايوه يا ابو محمد قدم انت بدالي. خلاص اليوم نتعاقد معك. اكسر سوقك بعدين. انا اتمنى انك تكسر سوقك. عبد الكريم اخر اتصال ناخذه قبل الفقره. عبد الكريم السلام عليكم. عبد الكريم السلام ورحمه الله. عبد الكريم الو كيف الحال عبد الكريم؟ الحمد لله طيب. ناخذ من الفرن ولا من الفرن؟ لا من الثلاجه. كثروا اسئلتكم في الثلاجه عشان يا اخي يا ابو عشان يا ابراهيم. ابراهيم ولا عبد الكريم؟ عبد الكريم اسمك باسم عمي يا عبد الكريم. نعم. طيب خلاص خلاص خذنا السؤال من الثلاجه. هات سؤال الثلاجه. يلا ابو محمد. ابو محمد اليوم حظه معنا حلو. مطاعم اول ما بدنا في جان برجر. تبارك الله. هذا يا سيدي كريم معايا؟ اي معك. من هو قائد المسلمين في معركه عين جالوت؟ ها خيارات على طول. ما تساعد احد؟ ما في احد حولك يساعدك؟ ها حاول تفكر. نعطيك دبل الجائزه. يلا اسمع كلام فيصل. ما في احد ساعدك؟ ما في خيارات. طيب اذا جاوبت بدون خيارات نعطيك دبل الاجابه. دبل الجائزه. دبل الجائزه. ايه. بس هذا ابغى خيارات. ها والله يبغى خيارات. خيارات مصر على الخيارات. طيب محمد ابن قاسم ولا سيف الدين قطز؟ انت ايش رايك؟ وقدامه الاسئله والله قوي والله. بس بشرط نتناصف الهديه. الجائزه ابشر ولا يهمك. ما في ابشر. اديني اثباتات من دحين. خلاص طيب يلا. خلاص قال لك طيب اكد لك رقم الهويه. طيب يلا تياب العيد بيني وبينك كوبون مقدم من العماري للاقمشه. للاقمشه. سلام. خلاص يا سلام. طيب كوبون مقدم من العماري للاقمشه. ايش بتقول؟ طيب كذا انت زعلان. انبسط ادوله خوش. ما تجاوب الا ايش قال؟ ايش قال؟ ما جاوب؟ يا اخي اديني اديله خوش. ليه نعطيه؟ اعطيه خوش يستاهل. عشان خاطري يستاهل. عشان القماش بس ابو محمد يبغى القماش بعيد. طيب كيفك في الطبخ يا ابو محمد؟ الطبخ وما ادراك ما الطبخ. سؤال محرج لي والله اخي. انا ادلع والله في الطبخ. ما لي في المطبخ تماما يعني. طيب ما عشت عزوبيه كثير صراحه بفضل الله. يعني الوالده زي والدتك زي ما دلعتك دلعتني. الله يخليك. يعني حد ان كان كثرت قطعنا الملوخيه معاها. بس انا برا من اول حلقه وانا اطبخ. والله ما عمري طبخت لكن يلا. طيب ابو محمد معك اليوم شيف عالمي راح يكون المرشد. تبارك الله. المرشد الطلابي والله حاضرين للشيء للطبخه. اليوم طبختنا حلوه وخفيفه وسهله وبسيطه هذه. ابو سيف ايش سالفه الاستكرات اللي خلفك هذه؟ سالفة الاستكرات. انا ما اعرف هذه. انا ما اعرف بعض الطبخات اللي احنا سويناها. الزلطه. ايوه. والحلحل الفار. حلحل الفار. ايش الحلحل الفار هذا؟ ما ادري يا اخي. انت ما ادري ايش سالفه الفلفل الحار هذا. الحلحل الفار. اذا هذه الكلجات ولا لا؟ كلجات. ما شاء الله تبارك يوسف الله. كلجه. كلجات. حلو. انا اتوقع انه بينزل له البوم اسمه كلجات زي البوم خلجات باشراف يمكن ابو محمد. لا لا هذه لكم. هذه انا مالي في الكلجات. انا دغري على طول. لا بسم الله ما شاء الله بدا معنا دغري على طول. ابو محمد نتوجه للمطبخ. على كيفك. بس زي ما اتفقنا. ما يهمك. بعيد بعيد كذا بس قدام المشاهدين انه ايش قاعدين نقطع. طيب بسم الله نتوجه على المطبخ. بسم الله. محمد في اناشيد تنقال مع فرايحيه مع الطبخ من هنا. من هنا. طيب حاضر اسمي. لا او اثناء العمل حبا اللي جاء. هذه يبغى لها باللي جاء ولا طيران. هذه ما هذا شغل يعني ما يقبل ولا يقبل طيران. نرحب فيك صراحه في المطبخ. الله يكرمك وحياك الله في طبختنا الليله.
تفضل تفضل حياك حياك ابو يعقوب الله يكرمك. خذ استر المقود القياده تفضل. استر مقود القياده. مقود القياده مطبخنا. تابع تابع معك مقود القياده رئيس يجيب لك العافيه. لا والله فيك خير وبركه. اليوم اعزائنا المشاهدين بتكون طبختنا مع ضيفنا الكريم. بيكون الطبخة إن شاء الله اللي هو طبخة خفيفة وسريعة جدا. حاسس إن شاء الله بدينا ناكل. وبشرك يا أبو صالح بنشرب شاهي اليوم مع الضيف. السحور دسم يعني اليوم ولا؟ والله هو مش دسم لكنه يعني بناكل شيء. يعني يستاهل نعزم الاستاف كله هنا معنا؟ ونذوقهم عادي مو مشكلة نذوقهم يستاهلون. طيب مرحبا. طبختنا بتكون إن شاء الله البيتزا بالتوست. طبعا احنا سوينا بيتزا لكن طويلة. البيتزا هذه بتكون بيتزا بالخبزة التوست. هذه هذه سريعة التحضير تصلح إذا عندك خبزة التوست. طيب شو أكيد حطيتها. لا ما حطيت حاجة. يقول يا أبو يعقوب هذه سريعة التحضير. نعم سيبك منه. أنا بسيبك منه خلاص خلاص. هذه سريعة التحضير. سيبني منك. عجبتك أبو سيف؟ أتحداك تقول خمس مرات. سيبك منه سيبك منه سيبك منه سيبك منه. واعطوه خوش اعطوه خوش استاذ. احس شاره صار. سيبك منه سيبك منه سيبك منه. طيب اشرح لنا الطبخه. هذه الطبخه بتكون ان شاء الله سريعه التحضير. مقاديرها جدا بسيطه متوفره في كل بيت يعني. حلو متوفره بحيث ان نسويها. يا سلام. وندخلها يعني في غضون 20 دقيقه تكون خلصانه جاهزه. تكون ايش؟ خلصانه. الله عليك الله عليك. يا سلام عليك. يا سلام عليك. الله عليك. ترى احنا في جده. الله عليك. وخلصانه. طيب تنقال ولا لا؟ لا لا ما راح ما راح نسوي. احنا ايش بنسوي؟ ضيفنا ان شاء الله بيشرفنا. اول شيء بنعطيه حنيت عليه بنعطيه مقود الطبخه حقتنا. لا لا هو ما يبغى ما يبغى. ونلبسه الوشاع حقنا ضروري. سداري حيتغطى يا بعدين ما يبغى انجاز. لا حرام وقت الطبخه. بس وقت الطبخ عشان احنا الحفاظ على سالفه السداري يعني هذا هو. الله طيب. خلينا اكون السكرتير الخاص لابو محمد. الله يستغفر. الله يسلمك. فابد ما يحتاج. طيب طيب نشيل ولا يهمك. طيب وهذا كيف يسووه؟ والله انا بحاول اساعدك. انا ماني فاهم في الشيافه هذه في المطبخ. ترى انا يعني مو مره ما تصدقني اني ما اعرف شيء. رهيب يا ابو محمد. رهيب محمد شايفتني دحين لا واثبت لها اني انا شاطر. ايه شوف ابو محمد خلاص. ابو محمد من اليوم رايح راح يطبخ لك الطبخه. يلا يلا ايش اسمه اليوم؟ اليوم بيتزا توست. بيزد 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 بيزد. كلها انا اكتب لك. انا اكتب لك الحين الحين كلمات انجليزيه. بيتزا كلمه وتوست كلها انجليزيه. يا اخي ما تعربها وتسهل للناس. صح عربها. اختبار اليوم. تورط البطل. ايش ايش البيتزا بالعربي؟ البيتزا اساسا مش عربيه. ما عندنا جدانا ما كانوا ياكلون بيتزا. ياكلون قرصان وياكلون عريكة وعصيدة. طيب خلينا خبز. خلينا نوعد المشاهدين في الحلقات القادمة معصوب ولا قرصان. هذه في حلقة إن شاء الله بسميها حلقة جنادرية حلقة شعبية حلقة أي شيء يعني الزبدة بتكون كل شيء شعبي. طيب مجلسنا بيكون سدو. مطبخنا بيكون حفرة مندي يعني عادي شيء. والضيف والضيف برضو يكون من هناك يعني. ضيفنا بنجيب شيء قديم يعني مومياء بنجيب ولا شيء يعني أبد. حاضرين حاضرين. لا لا أنت تسيء إلى التراث. لا أنت تسيء إلى التراث. لا أنا ما أسيء إلى التراث. بطل. نأخذ عماد يا أبو محمد معنا في التليفون. هاي عماد يلا تفضل يا عمدة. عماد. هلا عماد. نعم كيف الحال يا عماد؟ طيب الحمد لله. معاك أبو محمد تفضل. أبو محمد معك. تفضل يا عمدة تفضل. يأخذ السؤال من الثلاجة ولا من الفرن؟ سؤالك من فين تبغاه؟ حار ولا بارد؟ سؤالك يا عماد من فين؟ عماد اسمعنا من التليفون الله يخليك. الو ايوه يا عماد ايش بك نايم؟ ثلاجة. عماد تبغى من هنا ولا من هنا؟ من الثلاجة يقول لك. اشر لي. من الثلاجة. يا سلام ابو محمد. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ابو محمد هاشم باروم. شيء يفتح النفس. من الثلاجة. خلاص طيب حاضر من عيوني افش افش. يلا يا عماد. نشوف السؤال مع ابو محمد. يا عماد معايا؟ نعم نعم. السؤال حبيبي يقول لك ما اقدم دولة تنتج البخور واللبان في العالم؟ نعم. ما هي أقدم دولة تنتج البخور واللبان في العالم؟ البخور واللبان. ها يلا أنا أقول إندونيسيا. في خيارات؟ أعطيك خيارات. السودان ولا الصومال؟ وين إندونيسيا بينهم؟ إيش قاعد يسوي هذا وراك؟ ها ايش يسوي ابو سيف؟ انت ايش قاعد تسوي؟ ما طبخ احنا اليوم. نطبخ يلا جزاء. ما قاعد يغشش. لا ما قاعد يغشش. افا افا الصومال.
الصومال ها اباتشي اعطوه اباتشي واعطوه خوش اجابه ايش الجائزه ابو محمد عماد جامبرجر اليوم حظنا مع جامبرجر يا عماد هو قفل من خوش يقفل انا كنت ابغى اقول له يشاركنا في البيتزا هذه ولا يروح ابل بيز ابل بيز انا ما في امل من هنا من ابو سيف من ابو سيف ما في امل يعني لا طيب 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 هو يشاركنا برضه كوبون يا عماد سيبك منه ونروح ابل بيز احسن لك خذني معاك اذا تقدر كوبون مقدم من ابل بيز طيب حلو عليك حلو حلو معنا ابو محمد بس لا تروح لحالك ابو محمد نسمع منك حاجه اثناء تنقال اثناء العمل او على رمضان مثلا اذا كان في مشاركه جاهزه والله بس وانا لابس هذا ما اعرف يا اخي في والله انا الان بستخدم حق الفيتو في ازاله ايش حق الفيتو يا ابو سيف اذا حق الفيتو خلاص ما لا لا بس عادي والله هو بس تعرف ماني عارف انا ممكن البس هذا اليوم اول مره انشد وانا انا ممكن معني البس هذا ترى يعني هذا لا كذا برضو ما يجوز انا لبسته الحين ليه ما تلبس واحد انت انا والله تبغى الصراحه ها خلاص ما ادور الجواب معروف طيب تعجبني يا محمد ما اقول لي مقاس ولا كان يجيبوا لي حتى البدل اليوم ما اقول طيب ايش تبغوا دحين نغني عن مساء رمضان ناخذ على رمضان ناخذ على رمضان رمضان ويا رمضان يا موسم القران الله رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان يكفر ما فرط من خطأ الناس وما اختلط فعسى من عفو الله عطى لقلوب الأمة يراها رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها الله 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 عليك الله الله اعطوه ما شاء الله اعطوه ما شاء الله اعطوه خوش اعطوه خوش تهاني معانا مبسوط انا مبسوط والله لا اليوم انا جدا برضو مبسوط يعني لانه ابو سيف مبسوط وانا مبسوط وموجود معنا شخص جدا يبسط الواحد الله يعافيكم يا رب الو تهاني السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا تهاني الحمد لله بخير ناخذ فرن ولا فرن ثلاجه طيب سيدي ثلاجه طيب ناخذ من الثلاجه خليهم براحتهم يا اخي بسم الله طيب حاضر اخذ سؤال سهل ولا عليك ولا خلاص اخر واحد خلاص اخر واحد يلا ولا كلها سهلة ما شاء الله يعني ما قصرتوا والله طيب نبغى الناس فوز ايش اسمها تهاني معنا تهاني ايوه نعم معايا الله يعافيكي ايه ما هي السورة إيه؟ ما هي السورة التي نزلت في يهود بني النضير بدون خيارات ها ما في خيارات ما هي السورة التي نزلت في يهود بني النضير سورة الصف ولا الحشر الصف ما غششنا احنا ابدا يا حبيبي عيد السؤال ها ايش قاعد تسوي؟ انا اشوف الثلاجه ماني سامع الصف ولا الحشر ارفع صوتك الله يخليك عيد السؤال ما هي السوره التي نزلت في يهود بني النضير؟ سوره الصف ام سوره الحشر؟ ابي مساعده ممكن؟ ناخذ من الشيف مساعده ايش رايك ابو الله يحشرنا في زمره الصالحين امين امين, آمين. الحشر. يوم الحشر الله يحشرنا في يوم الحشر في زمره الصالحين امين الحشر برافو عليكي ايش نعطيها ايش نعطيها اديها ايش انت قول انا ابغى اسمع منك انا ابغى اسمع منك خوشوه خوشوها تستاهل خوش تستاهل خوش ابو محمد ايش فازت معنا تهاني ها انا ايش بهسه الجوائز على طول لا ولا يهمك عشان ضامنها انا اصلا يعني كل جائزه متصلين كلهم كرام انا متاكد
الجائزة بقيمة 300 ريال مقدمة من فور شباب. يا سلام 300 ريال وتدخل معنا برضو في السحب على سيارة هوندا. تبارك هوندا الله. هوندا. تبارك. والله الظاهر أن اليوم الطبخة بتكون عالمية يعني بصراحة أبو سيف اليوم. ضبطك 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 ما شفت شيء. بس بس إيش 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 اللي فوق التوست؟ أضب. هذا الصوص الشرقاوي. دقيقة أضب تك. أضب. آه سجلها يعني هذه كلمتين دحين ولا زي حياتك لا لا هذا زي الضب يعني بعدين لا اضب بعد هذا لا اضب الاغراض يعني اضب الاغراض والله هذه يبغى لها جلسه خاصه اضب الاغراض يعني اضب طيب هذه ايش كاتشب عليها ولا ايش هذا الصوص صوص الطماطم ومعجون طماطم اول صوص البيتزا من الصباح طبعا وانا اسويه طبعا انا خليني بعدين في التقيل تدخلني دحين هذا كله خفيف هذا ما يعني لا ابشر ابشر والله خليك ابو سيف اليوم نبغى ناكل ابد ابد ابشر جد جد تشرب شاهي بعد يا رب كمان يا بس رب بس يعني ولا خاص حزبطك حزبطك ولا يحبك خلاص وصلت رساله خلاص حاضرين حاضرين معنا عمر يا عمر السلام عليكم وعليك ابو محمد هذا خلاص وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته تفضل يا بطل بدي اشارك ها حبيبي بدي اشارك تشارك حبيب قلبي يا الله يا ابو محمد يلا يا عمر تبغى سؤالك من الثلاجه حلو الثلاجه ثلاجه اعطوه من الثلاجه هات من الثلاجه ابغى اجيب الفرن قلت له ثلاجه ايش رايك فيني يا من الفرن قال لا خلاص من الثلاجه الثلاجه اسمه فرن انا ورطت نفسي ايش اسمه هو سيدي عمر سيدي عمر سيدي عمر ايوه هاي عمور معايا ايه حبيب قلبي ما هو لقب لقب الصحابي الجليل سيدنا حنظلة ابن عامر رضي الله عنه ها عمور انا ما سمعت السؤال معلش لانه شغلوني كنترول لقب الصحابي الجليل حنظلة سيدنا حنظلة ابن عامر رضي الله عنه نعطي عمر خيارات هاي عمور نعطيك خيارات كم عمرك يا عمر ستة طيب هل هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم غسيل الملائكة؟ إيش تتوقع أنت أبو محمد؟ غسيل الملائكة. برافو عليك أدوله خوش. أعطوه أعطوه خوش. برافو عليك. خوشوه. إيش الجائزة؟ يا عمر. عمور. عمور. جائزة بقيمة 300 ريال الله مقدمة من فور شباب الله 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 برافو عليك ريال كاش برافو عليك تستاهل يا عمر برافو عليك خوش جائزة والله خوش هدية اليوم حظك روعة يا ابو محمد والله ناخذ علاء تفضل يا علاء علاء السلام عليكم علاء الو علاء سمعوني صوت علاء يا علاء الله معاك خير ابو محمد انت رفعت صوتك عليه وقام في ردك البركه شويش الله يعافيك ابو محمد يعطيك الله طيب خذ معنا ياسر ابو محمد تفضل يا ياسر انا ما يبغى مني السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا ياسر حياك الله كيف الحال هلا حبيبي الله يعافيك كل عام انت طيب هذا بس بيسلم على ابو سيف الضيف معاك يا ياسر الضيف ابو سيف ابو سيف يا ابو سيف يسلم عليك ياسر على الضيف ولا على ابو سيف ابو ضيف الناس جعانة تبى تاكل سلم على الضيف ولا على ابو سيف كلهم ياسر ارفع صوتك الله يخليك اقول ودي اسلم على ابو سيف يا هلا والله يا هلا هلا عشاك حاكر البيتزا لنا عاد حاكر اليوم البيتزا والله لا ابد تذوق احسن بيتزا ان شاء الله الضيف بيذوق ان شاء الله ياسر اتصالك من قصير او لا انا مشتاقين لك بعد الله شاقك العافيه ان شاء الله ابد اتصالك يعني شرف لنا وفخر لنا الله يعطيك العافيه الله يسلمك يا عالمي انا اتنازل وخر كذا هذا اكيد اكيد النشيف لانه هو اللي عارفني يعني اختار كذا جا نزله منه خلاص يلا يا سلام شفت شو طيحت علي وحده انت كذا تعجبني ابو 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 محمد ستاكل بالله نزل له وحده كذا يعني ايش هذه هذه الكلاجات اللي بدا فيها ابو سيف من اول حلقه قال السلطه زلطه سلطه اي انت تسمها سلطه ولا زلطه والله هي على الاصول سلطه بس الزلطه يعني تنقال كذا تنقال في برنامج يعني نبغى نعلمهم بالاسم الصحيح ولا لا يا ابو سيف مضبوط كذا زلطه سلطه زلطه هي العاميه يعني العاميه احنا نبغى ننزل للناس هو اصلا لا بس ما تنزل الناس معناته تعلمهم غلط لا ما يعني بس ما لا انا ما لا احنا عشان ننزل مستوى الناس يمكن نقول سلطه ما يعرفون
ياسر ياسر معليش سحبنا عليك. هي هي كلمة قريبة من بعض. يلا ما يعرفوها مداهم مستلمينك على كلجاتك وانت اللي ابلشتنا فيها خلاص انا ما عاد ابد انا ضبطك. والحين اعطيك سؤال معلي الشباب رجاء ضيف الغالي فيصل. لا 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 نبغى نفهم الكلجات اصبر يا اخي. لا لا خلينا خلي براحتك خلاص بدون ما تساعد ونشوف كيف. خلينا ابشر شطاره الشيف اول ما ينتهي الشهر تبدل لكم دولاب ثاني. انا ما اسمع بس حلو الحين واقف معي ولا واقف ضدي الحين. طيب يلا بس اذا كنت تضبط البيتزا فانا معك. سم اقول اذا كنت تضبط البيتزا انا معك. طيب خلاص. طيب يا ياسر تبغى من الثلاجة ولا من الفرن يا ياسر؟ يا رب لا والله انا ودي بالفرن. يا سلام عليك يا ياسر. اعطوك فش من الحين يا سلام. واهم شيء الحار نجرب البارد. نجرب الحار والله جدا حار هذا بس ما ادري عاد شو نسوي فيه. نعطي الضيف الضيف ليش بتورطني؟ لا حار هو حار مو بحار مره. وش شايفني انا ثلاجه انا شايفني؟ عفوا معليش. طيب كمان تبغى متعصب لصاحبك ولا كمان تبغاني انا اقول لك السؤال؟ اللي تبغاه. كده برافو عليك يا حبيبي. شكرا على صدرك يا الرحيم. حبيبي الله يسلمك حبيبي. ما هي السوره التي ورد فيها ذكر الذباب؟ ما هي السوره؟ اغلب الاسئله في القران اليوم. اي الحمد لله شهر القران. شهر القران. ما هي السوره التي ورد فيها ذكر الذباب؟ يلا يا ياسر. ياسر ابو سيف خويك سحبت عليه. ياسر مو فاضي. ها ما سمعت السؤال ذا. ما هي السوره التي ورد فيها ذكر الذباب؟ سوره البقره. نعطي خيارات ولا صح؟ انت شكلك تحسب البيتزا باللحم البيف والبقري ولا ايش انت؟ ماني فاهم. ها؟ لا ما فيها لحم بقري. لا فيها ما هي البقري. ها؟ لا لا اليوم فيج كلها خضروات. ايوه يا عمري على الفيج عجبتني ترى ابو محمد. البقري بقري و بقري. لا اكتب فيج عليك ولا سوي؟ لا لا سوي خلاص صاحبي. الحين اول مره انا ما ما هي السوره التي ورد فيها ذكر الذباب؟ طيب لا ما هي البقرة. قلبتوا عليها اليوم. حاضر طيب اعطونا خيارات ما هي مشكلة. يستاهل طيب. خيارات يلا. سورة النمل ولا سورة الحج؟ يلا ياسر. انا اقول النمل نمل والحج حج. في صورة تروح الحج السنة هذه ان شاء الله. والله في حملة انتم مسؤولين عنها. ان شاء الله سورة الحج. برافو عليك. غشش. لا 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 اعطوه خوش. خوشوه خوش اجابة عليك يا ياسر تستاهل جائزة. الله الله وين الجائزة يا ضيفنا الغالي؟ يا ياسر مزبط. ياسر يا هلا على البركة حبيبي. كوبون مقدم من ابل يوسف. ابل يوسف يستاهل. ابل بيز لا يزعل علينا. انا الحين احس انه ما كل شيء. اسامة اسامة السلام عليكم يا اسامة. ناخذ اتصال على السريع. يلا يا اسامه. سمعه سمعت انقال اسامه ولا اسماعيل؟ اسامه ما اعرف والله انت كيف. سومي انا كيف الحال يا اسامه؟ الحمد لله. اسامه الله يخليك اسمعنا من التليفون وقصر على التلفزيون. وي. يا سلام عليك. اسامه تبغى سؤالك من الثلاجه ولا من الفرن؟ ما حبيب تبغى سؤال من الثلاجه ولا الفرن؟ من الثلاجة. من الثلاجة ناخذ السؤال من الثلاجة. اعطيه السؤال من الثلاجة يستاهل. نعطيه السؤال من الثلاجة. انا ما ادري تقرا له هو ولا انا اقرا؟ ها؟ ولا انت مشغول؟ السؤال؟ مشغول لا يشغل. والله ابو محمد اليوم حظه طيب. ما شاء الله. اسامة باشا. ابو سيف حبيبي. اسامة معايا؟ مشرفي. ايوه معاك. كل عام وانت طيب حبيبي. كل عام وانت طيب. وانت بخير. وانت بخير. يا مشكلة. معناته جوابك حيكون في خير إن شاء الله. إن شاء الله. كم عدد الدول العربية؟ كم عدد الدول العربية؟ الحين في خربطة في العدد. ها؟ في عدد. بسيط. ها؟ يلا عدها واحدة واحدة قدامي يلا. طيب. نعدها 22 تقريبا هي. ها؟ 22 ولا 25 دولة؟ 22 ولا 25؟ أنت زرت 22 دولة عربية ولا لا محمد؟ والله لا مو كلها. هل الاغلب او 22. برافو عليك يا سلام عليك. باتشي ادوله باتشي ادوله باتشي. خوشوه. برافو عليك يا سام. خوشوه ابو محمد. ايش الجائزه اسامه معايا؟
اعطيه الجائزه مباشره. 300 ريال مقدمه من فور شباب. يا سلام عليك. يستاهل. يا سلام عليك. يعني 150 150. عد معنا اسامه. عفوا. خلاص. شكرا شكرا لك. شكرا لاتصالك يا اسامه. شكرا. ابو محمد نجهز مشاركه على بال ما ناخذ الاتصال. مشاركة؟ مشاركة إنشادية كذا على بال ما تعبتني اليوم حبيبي. أنا ناخذها بعد الفاصل. طيب أنا أبغى آكل بعدين هذه ولا طيب يلا ناخذ اتصال أخير قبل الفاصل. ترى اتصالاتنا متواصلة يا جماعة اليوم ما شاء الله، يعني الاتصالات ماشية معنا، وأي واحد اتصل راح يدخل معنا على السحب، حتى لو ما دخل معنا كمداخلة في الحلقة. الجميع داخلين معنا راح يفوزوا بإما بسيارة هاوندا 2012 ما شاء الله، مقدمة من شركة عبد الله هاشم المحدودة، وأيضا ليلة في فنادق إيلاف مقدمة من مجموعة إيلاف لسفر السياحة، أو سفرة سياحية إلى تركيا مقدمة من إيلاف لسفر السياحة. أبو محمد زرت تركيا؟ تركيا رحتها. متى زرتها وكيف كانت الرحلة؟ قبل 4 سنين تقريبا. ما شاء الله. هي كانت رحلة سياحة خاصة أو هي مع الأولاد كانت؟ ما شاء الله. كيف كانت لا تسأل تركيا هذه إيش الأماكن اللي تنصح إيش الأماكن اللي تنصح الناس يروح فيها تركيا؟ والله هي اسطنبول، أنقرة، يلوى. أبو سيف ضد إنه الواحد يسافر بورصة إلى تركيا. هي أماكنها معروفة. يقول روح بس ضروري اللي أول مرة يأخذ لمرشد عشان لا يتوه. بس ضد إنه يروح. نأيد السياحة الداخلية. ها؟ نأيد السياحة الداخلية. طيب كلنا نأيد السياحة الداخلية. كلنا بس يعني. بس لا لمتن؟ لازم واحد يعني بعد السياحة الداخلية. حلو الداخلية. لأن دائما اتصال خارجي، أقصد السياحة الخارجية تكلف يعني. اتصال خارجي ها؟ إيه. خسائر خسائر. اتصال داخلي واتصال خارجي يعني السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. أسجل. هو والقلم ولا طير من عندك القلم. كم في المية غلقنا من البيتزا حقتنا؟ أنا اليوم أمشي عليه لأنه حبيبي وصاحبي ولا أسجلها الحين. بس هذه كيف عدنان معليش كيف تمشيها هذه؟ هذه إذا جاب كل طبخة حلوة نشيل له كلجة واحدة. عدنان معنا. السلام عليكم عدنان. عدنان. أيوه. كيف الحال يا عدنان؟ الحمد لله. وكيفك؟ خير. سؤالك من الثلاجة ولا من الفرن؟ الثلاجة. اعطوه من الثلاجة يقول. يستاهل نعطيه من الثلاجة. والله برافو عليك ما شاء الله. سوري جبلي انت. ما شاء الله عليك. في الالحان الجبلية كيف؟ الله يفرج عن اخواننا في الشام. امين امين امين. نسأل عن الالحان الجبلية ترى بعد الفاصل. يلا هلا ابو والله خفت انا. ابو عنتر. ترى هذا مكاوي ولا نجدي؟ ترى ما هو ما دام قاعد يضحك ترى يضحك علينا. مين معنا؟ ذكرني بس عدنان. شوف مكاوي. اي خلاص. من مكة تتصل ولا لا؟ من الرياض. سامع من اهل مكة يبقى في الرياض. من اهل مكة كلهم على الراس. على عيني وراسي. ابو محمد نعطيه السؤال مباشر لانه ناخذ فاصل شوي. ايش اسمه هو سيتا مع ابو عنتر؟ أسامة. اسمك عدنان. مرة ثانية عدنان. عدنان. حبيبي ما هو مقياس سرعة السفن؟ ساعدونا على طول. ما في تفكير. حرك شوي الدماغ. ها رختر. ما هو مقياس سرعة السفن؟ العقدة لا تعقد يا ابو محمد. ولا رختر؟ ساعدونا شوي يا ولدي. لا تعقد السؤال. ما هو مقياس سرعة السفن؟ العقدة ولا رختر؟ العقدة ولا رختر؟ عقد الدجاج. العقدة. برافو عليك. أدول باتشي. أدول باتشي. 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 عقدة يا خلاص. طيب حبيبي تستاهل معنا الجائزة بقيمة 300 ريال كاش مقدمة من فر شباب. طيب أديته الماء الجائزة حقه خلاص؟ أي خلاص. أي خلاص. يلا برافو. الله. هذه طبختنا خلصت كذا؟ جاهزة إن شاء الله. سير داخل الفرن. يا سلام. طيب لمساتي ما تبغاها؟ ما تبغى؟ الا لا والله باركتها يعني. ضيف عليها بهارات. انا عن بعد يعني اديك الشغل كله عن بعد. عطنا شغل عن بعد كذا بالانتساب يعني. هو يمكن داخل عن بعد. ما في شيء كذا بالريموت كذا يصير لك يدخلها بالفرن. ابو محمد لا خليه هو يدخلها عشان ناكلها كذا. يلا تفضل دخلها بالفرن. ابو محمد بس خايف الشيف صاحبك اللي اتصل من القصيم يزعل يقول خلاص مدام يوسف اللي دخلها. كيف شلون هاللون؟ من اي تو زد شلون هاللون؟ يا سلام. طيب هذه كيف تشارك؟ ناخذ ضيفنا بيدخل البيتزا هذه يا ضيف. ها حبيبي دخلنا هذه. طيب عشان تعرف الوضع شارك حجر الاساس على مشروع. يضع حجر الاساس على مشروع بيتزتنا.
هنا. بسم الله على بركة الله. اللي فوق هذا. هنا ها. بسم الله على بركة الله. وهذا كله طبخه ما يستاهل صفقه؟ لا انا بس لا عشان لا دخلتها هذا يستاهل 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 باتشي يا باتشي فوق الشباب على الهوا يلا ناخذ فاصل ولا اتصال فوق الشباب على الهوا يلا عمر 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 سلام عليكم يا عمر ابو سيف خليك جاهز صوتك يا عمر عمر اسمعنا من التليفون عمر فاصل ونواصل هذا البرنامج برعاية أخيرا اجتمعنا والحياة صار لها معنى الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنا قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة جلسة شباب متعة قمة الوناسة واللي في راسه شي بينزل ما في راسه شاركونا برياحية أحمد البصاف فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى فور شباب جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز وأحلى الجوائز بالمشاركة تحوز شاركونا برياحية أحمد البصاط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط New generation فور شباب مبروك للي فاز احنا نقول مبارك مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل الرائع حلو الفاصل الرائع بس لاني انتكب جيت فجأة كذا معليش نسيلك مع ضيفنا الأكثر من رائع أنا أقصد مش أقصد الفاصل أبو محمد في مشاركة جاهزة معك وين المايك أعطيه المايك أبو سيد من الثلاجة الله يكرمك احلى موكا بعد حبيبي موكا نبغى موكا يوم من الايام حبيبي اعطني جو بس اعطني فرصه حبيبي تستاهل نزل واحده حاط بعد المشاركه العافيه يلا روح الله هذه قصيده جديده سويتها يا سلام انت سألت كتبتها لا الكاتب نجم والحان الاستاذ الفاضل محمد حلواني ما شاء الله في صوت مايك واضح؟ ايوه واضح اوكي كيف كنترول واضح الصوت؟ هذه سويتها مجددا الان ونزلت في الاذاعات. بتتكلم عن التحفيز لزياره النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يا رب تبلغنا زيارات نبينا سيد الخلق اجمعين يا رب تبلغنا شفاعات محمد صادق الوعد الأمين يا رب تبلغنا زيارات نبينا سيد الخلق أجمعين يا رب تبلغنا شفاعات محمد صادق الوعد الأمين نبينا بلغت الرسالة نبينا وحملت الأمانة نبينا بلغت الرسالة نبينا وحملت الأمانة الله اللهم صل عليه جميل جدا جميل اللهم صل وسلم على محمد الله زيارة الله على الإبداع الله يكرمك هذه لها كليب إن شاء الله أبو بإذن الله يعني جميل التفكير موجود ولا بس لسه مو دحين نتمنى نشوفه قريبا ان شاء الله وعلى شاشات ان شاء الله بحول الله بحول الله باذن الله يوعدكم ترى قال ان شاء الله ان شاء الله نورتك معهم ان شاء الله بس تبغوا حصري يعني ايوه يا ليت بس بس الظاهر انه حصري في مقابل مادي عالي ابو محمد لا لا مو كثير بسيطه نتشرف ان شاء الله والله ما نضر الماده كثير يعني لو الامور ميسوره الحمد لله بعدين نتناقش في المقابل المادي لسه لا تستعجل يا ابو محمد جايك الطريق اشرب مويه اشرب صحه ان شاء الله مين معانا حسن الله يستر حسن الو معليش دخلنا عليك يا حسن لا عادي والله عادي السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال والله الحمد لله سؤالك تبغى من الثلاجه عشان اهل الغربيه يقولوا ثلاجه ولا لا
الثلاجة ولا الفرن؟ الثلاجة. الثلاجة. طيب هو فرن حسن. لا ثلاجة ثلاجة. ها بكره احط كل الاسئله في الثلاجة الله يخليكم. من فين انت؟ ايش اسمه؟ من جدة. حسن من فين تكلمنا؟ جداوي. من جدة. طيب ليش تقول ثلاجة؟ اهل جدة ما يقول ثلاجة؟ كله حلو. ثلاجة. كله حلو كله يجي. كله حلو. كله على بعضه يمشي. انت لا تصعب الدنيا، خلي الامور ميسورة يعني ثلاجة ثلاجة. ثلاجة الفرن. مشي. ابغاها الفرن. يا ابو علي. الكاميرا واضحة معنا؟ هلا. معايا ابويا؟ ايوه. ما هو اسم بيت الدجاج؟ ثلاجة. الدجاج بيته ايش اسمه؟ تعرف ولا ساعدك؟ القن. ها ابويا؟ القن. يا شيخ برافو عليك. خوشوه. ادوله خوش. برافو عليك. ادوله خوش. ما شاء الله بدون مساعدة. ايش الجائزة؟ تخسر او تفوز. يا حسن. معايا ابويا؟ معاك. جائزتك كوبون مقدم من فور شباب كافيه، تستاهل بس عزمني معاك. طبعا احنا نذكر في كل حلقة لمشاهدينا الكرام بأنه أي طبخة تعمل في هذا المطبخ لا تعملوها في بيوتكم أبدا للسلامة والأمن و لأنه أنا يعني حفظا للنعمة. معناته ما حأكل اليوم يعني؟ لا تأكل أنت بس احنا نوصي اللي في البيوت ما يعملوا مثله، لأنه النظافة دائما وأن الواحد يحافظ على النعمة مطلوبة. أكيد. شوف بيوريك النظافة. هو يبغى يسكتني بالخلاط. إيش تبغى أكتم؟ يسكتني بالخلاط. أنا أخرب عليك. مطبخ. أنا هنا أخرب عليك. وقلافز ويعني كل شيء مرتب وكل شيء قدامنا يعني. بيصير. أنا اللي زعلني هذا الشيء. ها؟ أنا زعلني هذا الشيء. ليه هذه نعمة وبتتاكل يعني هو ما رماها في الزبالة لسه. يعني لو حفظت في حافظة. لسه سيدي أنت. يا عز الفاضل. أنا قمت بتقطيع هذه الأشياء لأن هذا يستخدم في طحين الخبز أو البقسماط، حيث أن هذا يجفف ويوضع في الفريزر نحفظ حنا الخبز الزائد الأكل الزائد. تحفظ هذه الأشياء وتوضع في أكياس خاصة في الفريزر نستخدمها فيما بعد في طحين الخبز في البهارات الأشياء. جميل. ولكن لا تحفظ دجاج، ما تحفظ على الطاولة. عادي أنا أحفظها هنا وأحطها بعدين. أنا أصلا بأخذها بعدين. الأسطح معقم ولا لا؟ يا أخي أكيد مطبخك عالمي. خليه أكلنا البيتزا بنفس الله يعافيك. لا 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 بسم الله علينا. بسم الله علينا. مسكين يا أخي. خالد. دخلت في عرض كني ما. لا لا حبيبي أبو وسيف. حبيبي وسيف. خالد معانا. ألو السلام عليكم. خلود كيف الحال؟ الله يحييك. طيب. خير الله يسلمك. ناخذ سؤالك من الثلاجة ولا من الفرن؟ أي شيء. ها. أي شيء الفرن خلينا يا أبو محمد. طيب يلا. يا ولد عشت أنا. ولا انا اطلع برا المطبخ. انا اطلع برا المطبخ. ناخذ من الفرن. بسم الله. اليوم سؤالنا من الفرن لانه يعني سؤالنا من الفرن اليوم يمكن جائزه كبيره. سابق شو اسمه معنا نسيت تصدق مين معنا حبيبي دائما انسى. ايوه خالد معك. ابو خلود هلا. خليك معايا سيبك منه. طيب كلكم علي اليوم. انت من فين يا خالد؟ أنا هنا في جدة. هنا. يا سيدي أنت. طب تعال للاستديو. حبيبي ما هي أول صلاة فرضت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي أول صلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها؟ الخيرة؟ أحد الصلوات الخمس يعني. إيه؟ ليش عندك ستة صلوات أنت؟ لا 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 أنا مقصد يا أبو محمد شكم عليها اليوم والله أحبكي ترى. لا يعني يفكر إنه فجأة. تعرف إني أنا سبع حلقات. سبع حلقات صابر عليها. صابر عليك سبع حلقات عشان تعرف خلاص بما خلاص بما انك صبرت صبرت سبع حلقات نشيل عنك. يوم البيتزا شكلها سبايسي هذه حبيبي. هدي اعصابك. خلاص يلا خذ راحتك يا ابو خلود. ايوه حبيبي المغرب ولا الظهر؟ المغرب ولا الظهر؟ ايش اللي قبل الثانيه؟ هي الظهر قبل الظهر قبل المغرب صح؟ ها الظهر. أدوه خوش. برافو عليك. أدوه خوش. خوشوه. الجائزة. شاركونا بريال. أعطينا جائزة إيش؟ خالد. راح مع اتصال. جائزتك كوبون مقدم من مطعم جان برجر. إذا كوبون شراء مقدم من جان برجر ودخل معنا على السحب على السيارة. معنا كوثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا كوثر؟ طيب الحمد لله. سؤالك من الفرن أو الفرن؟
نعم. سؤالك من الفرن أو الفرن؟ ما استوعبك. من الفرن. من الفرن. ورطة حرام. والله الثلاجة خلصت. بس لو جاوبت خطأ ترى على مسؤولية. لأنه في أحد الأسئلة راح يكون معنا إقامة في فندق. ألو. أيوة. هاي كوثر. معايا كوثر. تاخذي سؤالك من الاستاذ هاشم برضه. قطع عليها. انت نعطيها جائزه تستاهل. ايش الجائزه مباشره؟ هو السؤال ما هو الحيوان الذي يتحمل العطش اكثر من الجمل؟ الزرافه. انا عندي جاوبتي كوثر تستاهلي جائزه بقيمه 300 ريال مقدمه من فور شباب. اعطوها خوش. 300 ريال كاش ناخذ معلوماتها من الكنترول. سميه معنا. الو. هلا يا سميه. سميه هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمعين الله خليك من التلفون وقصر على التلفزيون. طيب صفر. ها ها ناخذ السؤال من الثلاجة ولا الفرن؟ الفرن. يا سلام. ايوه هذول زباينك. زباينك. ناخذ السؤال من الاستاذ هاشم باروم. سميه معنا؟ ايوه. انت من فين يا سميه؟ انا من ابها. برافو عليك. طيب يا ستي، ما هي أقوى وأقسى أنواع الحجارة؟ ما هي أقوى وأقسى أنواع الحجارة؟ ساعدني. نأخذ الخيارات. الألماس ولا الصخور النارية؟ الألماس. هذه خيارات هلال. الألماس ولا الصخور النارية؟ ها؟ ساعدني أكثر. ها؟ طيب أبغاك تحولني على الكنترول. الألماس. حولك على الكنترول. ايش تقولي؟ الالماس. 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 ايش نعطيك؟ ها ايش نعطيك يا اسمها سميه. سميه اذا الاجابه صحيحه وايش نعطيك؟ حولي على الكنترول على طول. تبغى جاهزه. طيب تدري جاهزه. اعطوها خوش. اعطوها خوش. تستاهل. 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 الالماس الجائزه. جائزتك يا سميه جائزه بقيمه 300 ريال مقدمه من فور شباب. يا سلام. موفقة. أبو سيف إيش سالفة؟ في شيء ولا حاجة ولا؟ عندنا المسابقة. أيوة. المسابقة اللي تقدمها قناة فور شباب. حلو. اللي هو السؤال، ما هي الطبخة التي تظهر لديكم في الصورة؟ طبعا الطبخ هذا من اعدادي. ها على فكره ترى من اعدادي يا عمري. يعني اللي بتفوزون بما انه الطبخه من اعدادك يا ابو سيف، فابو محمد ينزل لك احد الكلاجات مكافأة. طيب أعزائنا المشاهدين. أفا. طيب يلا نزلوا واحدة. أنا استناك. أنت اختار واحدة. أفضل البدلة ولا أفضل البدلة؟ أفصل البدلة. يقول أفصل البدلة. أنا بفصل بدلتي. ها إيه، لأن هذه تعتبر كهرباء شارع عسكرية مطبخية يعني. عجيب. إيه ما يحتاج. أفصل البدلة برضو. لأن هذا أخذناه في دورة أيقظ الشيف الذي في داخلك. عجيب والله. إيه نعم. أنا ما أقدر أدخل في شغله يعني. من تكلم في غير. طيب انا بما انه ايقظ الشيء خليني اسلم. ها اسلم في الكلام اللي طيب يقوله. انا اسلم. اي نعم. اي نعم. اقول له لا. طيب انا اقول لكم بالنسبه لهذه المسابقه، الطبخه تطلع لكم على الشاشه. ارسلوا فقط اسم الطبخه على الرقم اللي هو بالنسبه للجوال 84227، موبايلي 606258، زين 703620. الرسالة لازم تبدأ طبعا بكلمة الطبخة وتضعون الإجابة. طيب يا شباب. طيب ناخذ اتصال معنا. خلود. أيوة. خلود كيف الحال يا خلود؟ الحمد لله. تدخلي على المسابقة مباشرة. السؤال تبغين من الفرن ولا من الثلاجة؟ من الثلاجة. أعطيها يا أبو سيف من الثلاجة. خليك يا أبو محمد. طيب أريحك شوية. أنا مرتاح مع المشاهدين. حبيبي مرتاح محمد. معاكم والله. لأنك ضيف رائع وإحنا مبسوطين بوجودك. الله يكرمك من زوجك حبيبي. بسم الله. تفضل. بسم يا الله. حبيب قلبنا. حبيب إيش قلت؟ حبيب قلبنا. قلبنا. طيحت واحدة أنت. عزيزة قلبنا. كم قلب عند أبو سيف يا شباب؟ السؤال هذا. هذه ثلاثة زي الخطبوط. مين معنا؟ خلود. خلود. يا خلود. أيوة. ما هو اسم صغير الدب؟ خيارات. طيب شباب لا تجيب طاري ابو سيف. انتوا ايش كاتبين؟ ما هو اسم صغير الدب؟ ديسم ولا الدب نفسه ولا الشبل؟ ديسم. ديسم ولا شبل؟ ديسم. برافو عليك. اعطوها خوش. اعطوها خوش. صاحب ديسم. صاحب ديسم. مبروك للي فاز. احنا نقول انا ابو ديسم.
ابو ديسف. طيب جائزتك يا خلود جائزه بقيمه 300 ريال مقدمه من فور شباب هنالك في اسم مسابقه من القارئ اللي كانت تعرض على قناه فور شباب كان في مقطع صوتي يعرض يوميا يتعرفوا المشاهدين على اسم القارئ ويرسلوها كان على من خلال صوته طبعا يرسل القارئ ثم اسم القارئ لنربط المشاهدين معنا بالقرآن الكريم في هذا الشهر كان معنا كم حلقة يمكن كان معنا 6 حلقات وفيها 6 فائزين نختار أستاذ هشام ما بين 6 فائزين بمسابقة هاشم عفوا من فين جبت هشام من فين جبت هشام طيب يا سيدي أبو محمد اختار معنا 6 فائزين 6 فائزين إيه طيب بسم الله أبو محمد هو اللي أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم هات ناخذ اللي بعدها ناخذ آخر أرقام الفائزين لو قلت لك حطيت اسم أنا من أسمائي ممكن أنت اسمه موجود موجود اسمك ها موجود اسمك أكيد إيه بس خلينا إن شاء الله نختار القارئ كان ياسر الدوسري الفائز معنا آخر أرقام التليفون أو الجوال آخر 4 أرقام 0 6 9 4 0 6 4 0 6 9 4 ما أدري بتوضح معنا ولا لا توضح معنا في الشاشة طيب نأخذ أبو محمد رقم ثاني طيب بسم الله الرحمن نأخذ رقم ثاني طيب برضو القارئ ياسر الدوسري آخر رقمه أيوة 4 5 9 6 4 5 9 القارئ ستة. ياسر الدوسري 4 5 9 6 آخر رقم تليفونه جميل نأخذ اللي بعده 4 5 9 6 طبعا راح يتواصل مع الكنترول لاستلام جائزته إيش الجائزة يا كنترول هذه 500 ريال لكل رقم كان الجائزة الثالثة القارئ أيضا ياسر الدوسري شكل القارئ ياسر الدوسري ما شاء الله يعني معروف تبارك الله صوته فأكيد شاركوا في كثير في نفس اليوم 4 5 0 5 آخر أرقام باقي لنا كم رقم الحين اللي عندك 4 طيب باقي لنا هذا 3 5 3 أيضا القارئ ياسر بن راشد الدوسري آخر 4 أرقام 6 7 0 9 6 7 0 9 كم باقي لنا رقم؟ باقي لنا رقمين باقي 2 هي 7 أيوة. ناخذ القارئ سعد الغاندي آخر 4 أرقام 5 7 2 2 5 7 2 2 أعطينا الأخير أبو محمد أعطينا الأخير يا سلام عليك طيب 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 القارئ أبو بكر الشاطري آخر 4 أرقام 5 6 6 4 آخر 4 أرقام 5 6 6 4 نذكر بالمسابقة مرة أخرى مشاهدينا الكرام أرسل أو إذا سمعت صوت القارئ تعرف عليه عن طريق الطريقة التالية أرسل اسم القارئ أكتب كلمة قارئ أو القارئ بعدين اسم القارئ اللي إيش قاعد أشرحها معك إيش مسابقتك إيه بس ملخبط أنا ما أدري لا لا ما أنت ملخبط أمشي طيب أرسل رسالة نصية تبدأ بكلمة القارئ إلى الجوال 84227 موبايلي 606258 ومشتركي زين 703620 لتربح معنا كوبونات يومية بقيمة 500 ريال مقدمة من مكتبة الفانوس بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم كنترول ايش عندنا الحين طيب ناخذ فاصل ونتواصل مع أستاذنا ومبدعنا وضيفنا الكريم هاشم باروم الله يكرمك كونوا معنا هذا البرنامج برعاية أخيرا اجتمعنا والحياة صار لها معنى الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنا قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة جلسة شباب متعة قمة الوناسة واللي في راسه شي بينزل ما في راسة شاركونا برياحية أحمد البصاف فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى فور شباب جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز وأحلى الجوائز بالمشاركة تحوز شاركونا برياحية أحمد البصاط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط
The new generation. مبروك للي فاز, احنا نقول مبارك. Hey yo. في مواقف. في مواقف. مشاهدينا الكرام, عدنا لكم بعد هذا الفاصل مع الأستاذ الرائع وضيفنا الرائع هاشم باروم. أهلا وسهلا فيك حبيبي. الله يحفظك شيف. الله الله عليك, الله عليك, الله عليك, الله عليك. أنا من الريحة شبعت. أها خلاص. شوف شوف, اليوم مبدع أبو سيف, عشان اتصال صاحبك ياسر وبركة وجود أبو محمد معي. طيب فيصل نخليكم تتعشون. أيوة وأنا أسحب على جائزة الشطة. يلا يلا عشان الوقت. رايك؟ يلا عشان الوقت. أباخذ بشكل سريع ست جوائز وأخلط, وسحبت على الجائزة الأولى. في أي مسابقة؟ الجائزة الأولى آخر رقم جواله بتاكلوها ما في الطبخة البيتزا اللي ناكلها الحين طبعا, آخر أربع أرقام 1725. المتسابقة الثانية أو المتسابق الثاني الطبخة هي تبولة. تبولة تبر قلبي حبيبي. آخر أربع أرقام 6546. 6546. اللي بعده في إيش الطبخة؟ الطبخة هي طبعا بسبوسة, وآخر أربعة أرقام 6611. 6611 بسبوسة. الطبخة هي بسبوسة يا بعد قلبي والله. طيب نقول أيضا للفائز في هذه الجائزة الطبخة, والله أعطاني طبخة طويلة بالإنجليزي بعد, صراحة أنا ما أقدر أقراها. لا بسبوسة بسبوسة اكتبها بس بوسة. احس قاعد اقرا تذكرة خطوط, ماني قاعد اقرا جائزة. اخر اربع ارقام 7863. 7863 باقي عندنا جائزتين, نسحب على الجائزة ما قبل الاخيرة ومع بعض نشوف الجائزة هاي او الطبخة هذه بيتزا. الرقم هو 9984, والجائزة الاخيرة اللي ستكون من نصيب الفائز اخر اربع ارقام هي الطبخة, مسابقة الطبخة البيتزا, طبخة البيتزا آخر أربعة أرقام 8356. مع أن طبختنا بيتزا أغلب المتسابقين حطوا بيتزا وطلعت إجابتهم صحيحة. مايك فيصل, شو رأيك في الطبخة؟ شوف قاعد تضحك. شوف شوف عيون الضيف. أعطوه أعطوه, أعطيني عيون الضيف. أدوني مناديل يا جماعة. أعطوه مناديل, أعطوه مناديل أبو سيف. يا سعادة الشيف أبو سيف. هلا سعادة الشيف. والله البيتزا روعة بس خلص. لا بس خلص حتى المناديل ورا ورا ورا. لا للإنصاف هي والله صراحة حلوة, ولكن بس التوست مع الفرن يعني عمل حرارة وصار زي البسكوت وصار زي الفتافيت حراقة زي السكاكين. تعال تعال كده شوف رأيي. بلحق لحق شوف رأيي. استفيد من النقد. رأي الضيف النقد. لا تفوت لا تفوت طال عمرك. لا تفوت. أنا يحتاج المخرج. المخرج قال أبغاني. لا بس تبغى الصراحة والله إبداع ما شاء الله. إبداع اليوم ثاني وجبة إبداع. ثاني وجبة إبداع بس. أعطوه موية أصير ما في عصيرات يا أخي. في موية يا أخي. إيش فيك تبغى تخسرون أنتم؟ إبداع إبداع بسم الله. خسائر خسائر كلها خسائر. أنت تدفع شيء من جيبك جيب له لبن بس اللبن منتهي التاريخ خليه. والله شريك يا جماعة ما أقدر أتكلم أبو محمد. ايش سويت ابو سيف؟ سبايسي؟ يمكن عشان اكلت بشراها. يمكن والله والله رحت في اعطونا فاصل خلنا اعطونا فاصل خلنا نلحق الطيب شويه. خلينا نتبع على حلقك يا ضيف. ممكن فاصل يا مخرج؟ ممكن ممكن فاصل. جاهزين؟ في شارة النهاية معليش والله معليش. سلامات فيكم شيء انتم؟ لا سلامتك بس مرة طعمه طيب. اي جدا اي بس اسعفني بجاك مويه الله يعطيك. جدا طعم عشان كذا اكل توست وجبن يعني جدا طعم. آه. شايف كيف؟
يا ابوي خذ بيزتك الله يعافيك وهات ابو جبن. طيب ابو محمد باقي لنا دقائق بسيطه. تفضل ندخل على الاسئله مباشره. هات. القيت مجس حجازي في حفل مبايعه الملك عبد الله بن عبد العزيز. الله. كيف كان شعورك واعطينا الموقف. والله كان مفاجئ لي صراحه، اني يعني انا اللي ارشح اني اسوي مجس لاهالي مكه، يعني عن اهالي مكه. وانت كفو لها ان شاء الله. الله يكرمك. والله شكرا لحسن ظنهم اول. وكان يعني والله يعني بصراحه يعني كاني يعني بسوي شيء لابويا، يعني حاس انه ابويا قدامي بدي ازفه. يا سلام. بس لا يصدق ابويا يعني. الله يخلي لك ابوك ان شاء الله. يعني كان صراحه شعور جدا رائع، واحد بيسوي الخادم الحرمين الشريفين. جميل. لوحظ عنك انك دائما تختار الالحان التراثيه في اناشيدك، لماذا؟ اللي ماله قديم ماله جديد، اللي ماله اول ماله اخر. يا سلام. ايوه. ويعني ولف الناس صراحه علي انا. جميل. الانغام التراثيه والحان التراثيه في احد اللقاءات، بس ما يستغني عن الجديد ابدا اكيد. في احد اللقاءات ذكرت بانك تحمل رساله ولا بد ان توصلها للشارع، ما هي هذه الرساله وهل بالفعل وصلت الى المشاهدين او الجمهور؟ رسالتي كل شيء هادف. جميل. يعني بفضل الله يعني كانت يعني الناس عرفتني عن طريق المديح النبوي اللي ما لنا غنى عنه. كل منشد ما له غنى عن المديح النبوي. شوف كلهم ما شاء الله تبارك الله، من غير ذكر اسماء، يعني كلهم طلعوا ببركة المديح النبوي. بعدين إذا في رسالة عن رمضان، عن الحج، عن الحب، عن التوبة، التوبة، عن بر الوالدين، كلها سويناها الحمد لله. خلينا ناخذ اتصال. من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. في مداخلة ورحمة الله مباشرة. كيف حال أبو محمد؟ أهلا وسهلا، تفضل. ربي يبارك في الوقت إن شاء الله. الله يكرمك. تورط. كيف الأخبار إن شاء الله طيبين؟ ليش بك ابتسمت يا محمد؟ ليش لا هذه شفرة. الله يبارك في الوقت يعني. من معنا في الاتصال؟ الله يبارك لك في الوقت يا سيد، ومبارك عليك الشهر إن شاء الله. عليك حبيبي. هلا يا علي، تفضل. عمي كيف حالك؟ معنا أستاذ علي. علي أعطينا مواقفه بينك وبينه، طلعها على الطاولة. والله المواقف كثير، لكن ما أدري إيش عدد. أعطينا أقوى موقف صار بينكم. أشلك شو بيأشل. هنقول يا سيد لك أساس الوقت. أساس الوقت يا أستاذ علي. والله المواقف كثير. اول حاجه، اول موقف حلو انه معاك السيد في الاستوديو، يعني هذا موقف جميل. لا بلاشي بلاشي تهرب يا علي، اعطينا الخبايا، اعطينا الخبايا علي عشان اجيب لك بيزا معايا. ولا البيزا انحشر فيها. لا البخمري فيه موجود يا سيد، لا تروح. هات يا علي، هات الوقت. والله شوف يا كرة البطل، اذا في مواقف يعني اقول لك حاجه. هات. بتصادف ايام يعني في يعني ارتباطات تكون عند السيد كثيرة في الجدول. جميل. فمرات يعني يخليني أنوب عنه فيها. فسيد خلاص الموعد مرتب أكيد. فيقول لي لا خلاص ما يهمك أنت، بس روح ربي يبارك في الوقت. لازم تيجي. لا ربي يبارك. إذا الله يبارك. إذا كان مشغول أبو محمد على طول على علي، ما يحتاج علي. والله أتشرف بالعكس. يعني أجل نتصل عليك إذا أبو محمد مشغول. لا بالعكس، هو الكل في الكل، يعني تسوق لنفسه الحين. ما يحتاج علي حبيب. نتشرف فيكم جميعا. شكرا لاتصالك يا علي. حبيبي الله يسعدك، تسلم، مبارك. شكرا لاتصالك يا علي. باقي وقت يا شباب. طيب باقي لنا دقيقة ناخذ أسئلة بشكل سريع. كيف تجربتك مع الكليبات؟ ايش الكليبات الموجودة وما هو جديدك القادم؟ والله الكليبات الموجودة، يا أيها الإنسان ولا تقل مات الحبيب، اللي هو أقرب لقلبي يعني. ورمضان دقنا دقنا. سمعنا عشان جاهز نسمعها. خليها في الاخير. طيب. مع الشهر ممكن تطلع. ورمضان وتجلى وابتسم. مخرجنا اليوم من مصر. فنبغى ناخذ تحيه للاستاذ خالد فريد مخرجنا من هذه الحلقه. اعطوه باكي. لا حبيبي يا خالد. استاهل. ايضا تحيه للاستاذ ماهر وجميع اللي في الكنترول موجود معنا. محتاج. وابو العز برضه. طيب هل أنت تلقيت جديدك القادم؟ جديدي خلي بعدين. لازم نعرف إيش الجديد. والله لسه حتى ما له مسمى، لكن يعني هو ألبوم يعني، أو إن شاء الله يكون ألبوم بإذن الله، يعني أجزاء من قصيدة معينة. جميل.
مع ثلاث أغاني حب سمي أغاني قصائد أناشيد. ترى أنا عندي الإصطلاحات يعني فيها براح يعني. وجهات نظر إحنا نحترمها بالضبط يعني. جميل. أنا عندي براح بتسميها ما شيك ما عندك مشكلة. جميل على الأخير. طيب علم المقامات هل أنت تلقيته وهل تعطي دورات في المقامات؟ المقامات يعني صراحة أخذتها من أشخاص يعني، لكن تعلمتها أكاديمي أو يعني كمدرسة أو كذا لا ما شاء الله، لكن تعلمتها من كذا أشخاص. نأخذها بالتلقي يعني من كل واحد فاهم نأخذ منه ما شاء الله نأخذ. طيب تعطينا موقف حفلة الأمير مشعل بن ماجد؟ أي لما جرت تبه أنا أجرد حاشة وكذا كان من ضمن الفقرات أحبها لأني أزعل منها ما أحبها. لا لا أنت وعدتني زفة في بداية الحلقة. لا خلاص ما خلينا نقرأ لأنه أجرد هذه كلمة والله وحشة ما أحبها صح. أبدا مرة ما أحبها. جميل. اللي أعرفه أنه أبو محمد دقيق في المواعيد، هل هذا الكلام صحيح؟ والله يعني أني أشهد نفسي ما هي كويسة، لكن أنا فعلا يعني أنا أحب المواعيد. ها؟ هل تعاني من موضوع المواعيد مع الشباب في الفريق؟ والله الوضع الحالي أنت زي ما بتعاني أنا بعاني. المواعيد طيب. معدومة عندنا للأسف يعني. معليش الوقت بس كيف أنا جيتك بالتايم أون تايم جيتك الساعة حبيبي أنت يعني واحدة واحدة أنت, أنت, أنت تاج راسي حبيبي. الله يكرمك. طيب على الآن انتهى الوقت. بقي في كلمة أخيرة ثم ندخل على فين العصير؟ قلتوا لي فيه عصير بعد البيت. بعد البرنامج في لبن، مشكلة اللبن حيكتمك. طيب في كلمة أخيرة للمشاهدين تقولها؟ والله بقي حاجة في الخاطر يعني. يعني صراحة أقول لهم زي ما بتقول لهم كل عام أنتم طيبين وشهر مبارك، أسلم على الوالد والوالدة ومحمد. الله يخليهم لكم محمد من العافية. محمد وإيمان قدوجة. يا سلام خليهم لك إن شاء الله. الله يعافيك. نسمع رمضان دقنة. لايف تبغاها؟ يا لايف يبغى لها أوركسترا هنا معنا. سمعنا أي حاجة نختم فيها نختم فيها الحلقة. مشاهدين الكرام نختم حلقتنا لهذا اليوم مع المبدع الأستاذ هاشم باروم. نلتقي غدا في حلقة جديدة بإذن الله مع فريق رائع جدا، فريق جميل في إبداعه وفنه، فريق خواطر الظلام، صاحب فكرة جديدة في المسرحيات أو التقديم على المسرح. بكرة نتعرف عليها. كونوا معنا مع هذه المشاركة ونشوفكم على خير في حلقة بكرة. بس شارك معايا، بس شارك معايا حساب الطاولة، شارك معايا في الوشوف. يلا بسم الله. قاعدين عدوا كم شهر، عدوا مستنين شهر بذاته رمضان دقلنا غيب وقلنا بعد 11 شهر فاتوا أهو جو جمعنا غير طبعنا بقلينا معنا رمضان ده بقلو حكاياته قاعدين عدوا كم شهر عدوا مستنين شهر بذاته رمضان دقلنا غيب وقلنا بعد 11 شهر فاتوا أهو جو جمعنا غير طبعنا بقلينا معنا رمضان ده بقلو حكاياته أمة أم النوم كده فايق حاسس كأنك غادي ورايق وأما حتى تكون متضايق تيجي حاجة فجأة كده تهديك قاعدين عدوا كم شهر عدوا مستنين شهر بذاته رمضان دقلنا غيب وقلنا بعد 11 شهر فاتوا هذا البرنامج برعاية Hey yo تصل معكم على الهواء تعالوا شوفونا سوا
اتصل معكم على الهواء تعالوا شوفونا سوا تحية جيكو يا سلام نسمة حلوة يا كرام تحية جيكو يا سلام نسمة حلوة يا كرام شباب على الهواء شباب على الهواء والحياة صار ليها معنى الضحكة وحدتنا مثل الشموع لمعنى قرب وعرض ابتسامتك وانسى السآمة يا محلى طعم اللحظة لما نعيشها ابتسامة جلسة شباب متعة قمة الوناسة واللي في راسه شي بينزل ما في راسه شاركونا برياحية أحمد البصاف فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط شباب على الهوى وشباب على الهوى جرب وحاول يمكن تخسر أو تفوز واحلى الجوائز بالمشاركات يحوز شاركونا برياحية أحمد البساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط فور شباب على الهوى يلا عيش الانبساط New generation فور شباب مبروك للي فاز احنا نقول مبارك فور شباب واللي خسر معنا شكرا لانه شارك فور شباب على الهوى والشباب